بسم الله، النهاردة هنشوف مع بعض ازاي اعمل تقرير في برنامج الريفت عن الدكت بريشر لوس ريبورت، وبرضه نفس الكلام هيبقى في البايب بريشر لوس ريبورت. هما الاتنين نفس الفكرة ونفس كل حاجة. انا دلوقتي هاجي في الدكت بريشر لوس ريبورت من انالايز، ادوس بيقول لي دي السيستم اللي موجودة في المشروع اللي ممكن تطلع في التقرير، تمام؟ فانا ممكن اقول له سيلكت اول او اشيل اللي انا مش عايزه، او اقول له سيلكت نان، او اعمل سيلكت او اعمل انفيرت زي ما انا عايز، تمام؟ وبعد كده ممكن اقول له سيستم تايب فلتر، يعني انا مش عايز كل دول، انا عايز سبلاي بس او الريتيرن بس او الاكسوست بس، تمام؟ هقول له بعد كده اوكي. هيدخلني لدكت بريشر لوس ريبورت سيتنج الاعدادات. اول حاجه الفورمات، هل انت عايز فورمات معين، ولا ممكن يكون انا عملت قبل كده تعديلات فيبقى فيه ريبورت فورمات جديد. لو انا دوس سيف، يعني انا ممكن اجي هنا مثلا ده الافيلابل، دي الحاجات اللي ممكن اضيفها، ودي الحاجات اللي موجوده فعلا في الريبورت، فممكن اضيف كذا حاجه، تمام؟ فلما انا اضيف ممكن اعمل سيف ويبقى عندي نسخه خاصه بيا، تمام، خاصه بالشركه اللي انا شغال فيها، تمام. وممكن ابدا ارتبهم زي ما انا عايز. وبعد كده ممكن اقول له ديسبلاي سيستم انفورميشن، اعرض لي المعلومات عن السيستم، ديسبلاي ذا كريتيكال باث، ديسبلاي دكت اور بايب بريشر لوس باي سيكشن. ودي ممكن اقدر اضيف مثلا اريا، اضيف الكوست، اضيف الفاميلي، فاميلي اند تايب، اي بارامتر انا عايزها. ديسبلاي فيتنج اند اكسسوري بريشر لوس باي سيكشن، برضه ممكن تضيف الحاجات الخاصه بالاكسسوري. وبعد كده اخر حاجه اوبن ذا بريشر لوس ريبورت دايركتوري افتر كرييت، اول ما يتعمل ابدا اعرضه ليه. فبقول له جنريت، بيقول لي عايز سيفه فين وباني اسم، فهقول له خليه في الدوكمنت باسم مثلا 1 2 3 4 5 سيف، فبيبدا يعمل لي ريبورت عن كل الحاجات السيستم الموجوده. بيقول عايز تفتحه باني حاجه، خليه فايرفوكس، ابعد عن انترنت اكسبلور خالص. تمام، فده هو الريبورت، الدكت بريشر لوس ريبورت الميكانيكال اكسوست اير. اعرض لكم كل التقرير اهوت.